نحن نستنكر ونجذب العدوان والمجزرة التي حصلت بالأمس والتي تعبر عن عنجهية وعن كراهية الشعب الإسرائيلي والقيادة العسكرية الإسرائيلية، والتي إن شاء الله سندحرها ونقضي عليها بإذن الله. أبو سائر مروا من ناحية المزة فرشوزة وين قبل البق هيك This is occasion, rare occasion. We have all the artists from Syria and Lebanon coming to the Syrian Red Crescent branch in Damascus, who have been the first to respond for all to help the Lebanese friend and guest who came to Syria. Thanks for all the Syrian people donator, and thank for all the Syrian volunteer who have been giving, I think, all utmost to help all our guests Lebanese. للأسف الشديد هدول هذا العدو المتغطرس المجرم فعلا ما عنده أي قيمة وأي معنى للإنسانية، عم يتخبى هو وراء الأطفال، عم يقتل الطفل، هالطفل النايم أو هالطفل اللي عم يلعب، عم يقتلوه بالأطنان من الصواريخ. بتمنى أنه العالم يفيق بقى ويشوف هالمجازر، وكل واحد يحس أو يفكر أنه هالطفل هو ابنه، هالأم اللي عم بتموت هي أمه، هالشيخ اللي عم بيموت هو أبوه، ويحط حاله بهالموقف ويشوف شو بده يعمل. ضابط يلا من دوبة الإعلام تبعنا يا أهلين.